ولمزيد من التحليل والمتابعة لفعاليات مؤتمر كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ، معنا على الهاتف دكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاستثمار. أهلا بك دكتور. يعني اليوم الحديث عن التمويل يعني مستفيض، وكأنه اليوم المخصص للتمويل. يعني تابعت معنا إحدى المبادرات أو الجوائز المخصصة لتمويل المشروعات لدعم المناخ. أهمية مثل هذه المشروعات في دعم العمل المناخي، وكيف يمكن تبادل الخبرات فيما بين الدول بشأنها؟ أولا مساء الخير يا فندم. طبعا محور التمويل مهم جدا في موضوع الاقتصاد الأخضر، واللي احنا أحيانا بنسميه الاقتصاد المستدام. توجه دول العالم في الوقت الحالي نحو الصناعات الخضراء ونحو طبعا يعني ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، ده طبعا بيتوفر ليه تمويل لإقامة مشروعات تتفق مع هذا المنهج، واللي الحقيقة يعني بدأت فيه الحقيقة دول العالم إن هي تتجه لتضمين استراتيجيات للتخفيف وللتكيف. طبعا التخفيف من حدة الآثار الضارة من الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية اللي بتأثر على الكوكب بشكل عام، وطبعا التكيف مع الصناعات القادمة وخاصة الصناعات زي ما قلنا الخضراء. يمكن مصر كان لها اتجاه في الفترة الأخيرة بأن هي تتجه نحو التصديق على صناعة الهيدروجين الأخضر، وبالفعل بدأنا في يوليو الماضي في افتتاح مشروع متكامل نموذجي في مصر لاستقبال مثل هذه الصناعة، ويمكن بدأ في قمة المناخ الحالية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاستثماري ما بين مصر وبعض الدول العالم والاستثمار الأجنبي بشكل عام، وتضمين معها طبعا القطاع الخاص للدخول في مثل هذه الصناعة. ده توجه طبعا أعتقد أن الفترة القادمة سينال جزء كبير جدا من اهتمام الدول، وأعتقد أن العصر القادم هو عصر الطاقة الخضراء، واللي فيها بنقدر نعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة المستحدثة زي مثلا طاقة الغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر. وأعتقد أنه هيحصل تحول جذري في هذا الملف أو هذا الموضوع، وطبعا ما له من تبعات اقتصادية خلال الفترات القادمة إن شاء الله. طب يعني دكتور محمد، تابعنا مشاركة رئيس مجلس الوزراء في جلسة إطلاق المنصة التوعية لتداول شهادات الكربون، وكان ذلك ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27. ما أهمية هذه الشهادات، وكيف يمكن أن تساهم في مزيد من الاستثمارات؟ هو خليني أقول لحضرتك أن الانبعاثات الكربونية بتشكل بالفعل تهديد حقيقي، ويمكن بس خلينا علشان نكون منصفين ان هذا التهديد بيكون جاي من الدول الصناعيه الكبرى، اللي طبعا بتساهم بتاثير بالغ الضرر على التغيرات المناخيه. يعني بنتكلم مثلا على دول عظمى، مش عايز اقول اسماء علشان بس نرفع الحرج على انفسنا، ولكن دول عظمى الحقيقه يعني لها تاثير ضار كبير جدا، وبتتحمل هذه الفاتوره باقي دول العالم وخصوصا الدول الناميه. مثل هذه الشهادات اعتقد ان هي بتدي حافز لهذه الدول ان هي بتستخدم استراتيجيه التخفيف، زي مثلا ما حصل مع دوله الصين ان هي بتحط خطه زمنيه معينه ان هي تقلل من الانبعاثات الكربونيه الضاره من مصانعها، ويتم مراقبه هذا الامر بالنسبه طبعا الكلام للولايات المتحده الامريكيه وباقي الدول الصناعيه في اوروبا. فاعتقد انه هذا نوع من التحفيز او هذا نوع من التعزيز اللي يعني بيحاول ان هو يصل بالدول لتنفيذ هذه الاستراتيجيه اللي زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنحاول نخفف او نقلل من الاثار الضاره من استخدام الكربون وما شابه من مواد ضاره بالمناخ بشكل عام. كيف يمكن لهذه الشهاده ان تتيح التمويل للقطاع الخاص؟ لا طبعا القطاع الخاص ليه دور كبير جدا خلال الفتره القادمه، لانه طبعا حريه حركه الاموال فيه ووفرتها، وطبعا القطاع الخاص بدور ان هو بيبحث عن الفرص ومزيد منها في دول العالم. فاعتقد انه سيكون نوع من التحفيز للقطاع الخاص بالدخول في مثل هذه الاستثمارات والاعتماد على التمويل الاخضر، يعني التمويل اللي بيتم استخدامه في مشروعات صديقه للبيئه وليست ضاره، والتحول نحو طبعا سلاسل الامداد الخضراء ايضا والانتاج الاخضر والتصنيع الاخضر، بما هو في النهايه بيعطي قيمه مضافه للخضراء،
في طيب يعني هناك نعم هناك من يرى أن أزمة تغير المناخ ليست في توليد الطاقة فقط ولكن في كيفية استهلاكها، كيف ترى ذلك؟ طبعا احنا عندنا يعني فاقد وهدر كبير جدا في موضوع الطاقة بيتم استنفاذه، والنهاردة بقى موضوع الطاقة يعني اعتقد ان هي حرب اقتصادية ايضا دائرة في هذا الامر، انه لما حصلت مثلا قصور في سلاسل الامداد والتوريد المتعلقة بالطاقة خلال الفترات الاخيرة ادى بدول العالم ان هي تعتمد مرة اخرى على طاقة كانت قد أفنيت، يعني العودة إلى الفحم والعودة إلى مصادر طاقة كانت في الماضي يقال عنها أن هي ضارة جدا وملوثة للبيئة والمناخ بشكل عام. من الضغوطات الاقتصادية والضغوطات السياسية أدت بدول يعتقد أن هي متقدمة ووصلت إلى يعني مستوى عالي من الكفاءة ومستوى عالي من يعني الحكمة في إدارة مواردها، إلى أن هي وفقا لهذه الضغوطات رجعت مرة أخرى لاستخدام مواد أو استخدام مصادر طاقة كانت قد أفنيت. فأعتقد أنه لابد للعالم يتحرك مرة أخرى للحفاظ درجة الحرارة مرة أخرى حتى لا بيولوجية أو جغرافية من الممكن أنه في دول أرى أن هناك صعوبة في الاتصال. دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.